اليوم فاعده. إخواني لمثل هذا اليوم فاعده. ماذا أعددت لقبرك يا مسكين؟ ستدفن وحدك وتميت وحدك إلا من عملك يا أهل الكلام. أين العمل لمثل هذا اليوم فأعدوا؟ والكلمة الثانية، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أين الشيخ عمرو؟ مات. اللهم املأ قبره نورا، اللهم ثبته عند سؤال الملكات. اللهم إني أشهدك عن نفسي أني رأيت الرجل وتعلمت منه أخطر شيء في حياتي، هل لم تغيره الدنيا؟ هو محمد عمرو عبد اللطيف من 20 سنة كاليوم الذي مات فيه. أين نحن من هذا؟ أن تثبت لا تغيرك الحوادث، ولا يغيرك الناس، ولا يغيرك المال، ولا تغيرك الشهرة، ولا يغيرك شيئا، تبقى أنت. اللهم إني أشهدك أني تعلمتها منه، فبها فرحمه، وإن كانت له علاج له عندك أمثالها كثير، أنت أعلم بها، فاللهم هو عندك، فاللهم تغمده برحمتك. إخوتان، كلمتان لمثل هذا اليوم فأعدوا، واستغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم اجعل جليسه العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا. سيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم تقبلها عندك في الصالحات القانتات، نشهد أنها من الحافظات للغيب بما حفظ الله. جزاكم الله خيرا. السنة في موعظة القبر كلمتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما أتى قبرا ولما يلحد فجلس وبيده عود ينكت به في الأرض، ثم قال: إخواني لمثل هذا اليوم فأعد. يوم سكرتي ومماتي، حينما أنتني وروحي تجود، أستغيث الطبيب ماذا تراني؟ إلى هذا ما كنت منه تحيد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخواني لمثل هذا اليوم فأعد، حين تنزل قبرك لا أنيس ولا جليس ولا صاحب
ولا حبيب ليس إلا عمله، حين ينطق العمل، حين يجسد العمل، أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة، أبيض طاهر زكي الرائحة. أما الآخر فعياذا بالله منه. إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، يوم القبور حيث لا شهوة ولا مال، يوم القبور. واه لك أيها القلب، بعد موتنا منه إلا كافل عن قوامنا لا يزيد كثيرا لمن له اليوم قلب، ولمن ألقى السمع وهو إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، يوم تفقد أمك، ويا لها من أم. لعلني فهمت اليوم سقط على أم رأسك، أمك، أم قلبك، أم حياتك، أمك سقيا جسرك، أمك هي ينبوع حياتك. ماذا يفعل اليوم من فقد الأم التي حملت، البطن التي حملت؟ ماذا يفعل اليوم من فقد صدرا سقاه في البداية الحياة ثم الحنان ثم الإيواء؟ يا أمينا، شكل السماء ما الضياء وما القمر؟ يا لك من خوف، من قبر تؤوي أما فتؤوي قلبا. إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، أعدوا، حين تدخلوا هذا القبر فلا تجد فيه إلا الظلمة، ولا تجد فيه إلا العطن. يومها فقط ينير قبرا عمل صالح، نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال بعض أهل التفسير يعني من الحياة، من الحياة، من أراد نور قبره فليلتمسه الآن، يلتمس نورا يجعله معه في قبره. من أراد أنيسا في قبره فليلتمس له اليوم أنيسا. إخوتاه، بمثل هذا اليوم فأعدوا، أعدوا، أعدوا شيئا لفقد الأحباب. وحين يفقد الأحباب ليس الجسد، ليس الدم، ليست الروح، إنما تفقد حياة، يسقط جزء من حياتك، تفقد معنى. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين. حين تفقد، حين تأتيها في جوف الليل بعد أن تنتهي مشاغلك وهمومك وقضاياك، وينتهي كل ذو مصلحة منك، وتبقى هي جالسة تنتظرك تدعو لك، وحين تعود وترجع وترفع رأسك في حجرها وتمسح بيدها على شعرك لا تعلن، وأنت حتى لا تدري ماذا تقول هي، فبمجرد أن أوت هذه الرأس إلى هذا الحجر نمت. ماذا يفعل من فقد ذا؟ اللهم ألهمنا الصبر، اللهم ارزقنا الرضا. يا من له أحبك أنت في قلبي وفي روحي وفي جوفي، لمثل هذا اليوم فأعد. يا من فقد الأم، شعرت بك الآن يوم فقدت للحياة معنى. اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم، هذا أبي وهذه أمي. اغفر لهما يا رب، يا رب ارحمهما يا رب، يا رب. وأني، وكانت الوصية الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر: ادعوا لأخيك واسألوا الله له التسبيح فإنه الآن يسأل. ويا لها من كلمة: الآن فإنه الآن يسأل. أمّا يا قلبي عليك موتك.
وددت أمي لو أني معك في قبرك أسدد لسان، لكن لا، اللهم إني أشهدك أنها بردنا وأكرمتنا وربتنا وعلمتنا، فاللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم سدد لسانها، اللهم ثبت فؤادها، اللهم صوبها بالقول الصائب الصالح الثابت في القبر عند سؤال الملكين. إخوتا استغفروا لأمكم واسألوا الله لها التثبيت. الله من الآن أن يأتي أوانك، وحين تدخل ويغلق عليك وتسأل الآن. لو اجتمع لإنسان علم الأولين والآخرين ولم يعمل فلن يستطيع أن يجيبه، فهنا الإجابة بالعمل الذي عمل في الدنيا لرب اسمه الله. حين سيسأل من ربك سيقول الله. ربي إني لتعدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. أما من كان إلهه هواه فويله وويل أمه، إنه لن يجيب هنا. ما دينك؟ إلا من عمل بشريعة الإسلام فكان دينه الإسلام. أما من كان دينه الدنيا دينه المال فلن يجيب ولو أوتي العلم كله. الذي يجيب هنا العمل. أين أتباع المصطفى؟ هم الذين سيقولون بعث فينا محمد، الذين أكثروا الصلاة على محمد، الذين تتبعوا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنها الآن تسأل، اللهم ثبتها، اللهم ألهمها، اللهم أطلق لسانها بالحق والصواب، اللهم آنس في قبرها وحشتها، اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليها. جزاكم الله خيرا. أخشى أن أكون شققت عليكم، أنا أحبكم في الله وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله. لو جلستم دقائق أو وقفتم ساكتين صامتين تدعون لها خمس دقائق يكون جميلا في رقبتي. وجزاكم الله. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى